بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلامذتنا الأعزاء في هذه الحلقة الموجزة بحول الله من دروس اللغة العربية، وهذه الحصة إن شاء الله هي كمراجعة لدروس البناء اللغوي ودروس القواعد للسنة الثانية ثانوي للفصل الأول. حين أقول سنة ثانية ثانوي فأنا أقصد سنة ثانية ثانوي أدب وفلسفة، لغات أجنبية، وشعبة العلوم تجريبية، تسير اقتصاد، هندسة طرائق، وتقني رياض. أتمنى أن تستفيدوا حقيقة من هذه الحصة وهذه الحلقة الموجزة. وربما قد تخوفتم من الصبورة لأنها مملوءة، لكن لا بأس إن شاء الله. هي عبارة عن دروس ركزوا فيها على الإعراب، يعني درستم الأسماء المبنية بالنسبة للشعب الأدبية، الممنوع من الصرف بالنسبة للشعب العلمية، الإغراء والتحذير مشترك بين الأدبيين والعلميين، الاختصاص، إلا أن الاختصاص لم أدرجه في هذه الحلقة لأنه هذه فيديو خاص به، التعجب وهو خاص بالعلميين والأدبيين، المدح والذم مشترك أيضا بين العلميين والأدبيين. كيف أفهم القواعد؟ أولا حين تريد أن تعرف يعني اسما مبنيا، الأسماء المبنية ركزت لكم على أهم الأسماء التي تتكرر كثيرا وخاصة الشعب الأدبية. في الأسماء المبنية تعرب بحسب موقعها من الكلام، وأعطيتكم مثال، لاحظ هذا المثال، رأيت الذي نجح، رأيت الذي نجح. دائما في الإعراب ماذا تفعل؟ أول شيء تنظر هل هذه جملة اسمية أم جملة فعلية. رأيت هي جملة فعلية، أين هو الفعل؟ تحدد الفعل، رأيت فعل، التاء هذه فاعل. الذي وقعت في أي موقع؟ وقعت في موقع المفعول به. فالذي تعرب اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، هذا هو معنى قولنا يعني تعرب بحسب موقعها من الكلام. قد يأتيك السؤال بالنسبة للشعب الأدبي، استخرج من النص اسما مبنيا وأعربه. مثلا من الأسماء المبنية الذي، لاحظ الذي قد تأتي بمعنى من، جاء من فاز. من اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، لماذا قلنا هنا من بفتح الميم وليست من الجارة؟ من هنا لماذا قلنا من هي اسم موصول؟ لأنها تحمل معنى الذي، إذا استطعت تعويض من بالذي دون أن يختل المعنى فهي اسم موصول، وتعرب اسما موصولا مبنيا في محل رفع فاعل إذا جاءت فاعل. لاحظ جاء فعل ماض مبني على الفتح، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق ما يقوله عمر، الحق الذي يقوله عمر، ماذا تلاحظ؟ ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، ونلاحظ هنا أننا نستطيع تعويضها بالذي فهي اسم موصول. هذا كمثال على الأسماء المبنية وموقعها في الكلام، تعرف بحسب موقعها. هذا رجل، الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتلاحظ أن ذا هنا هي من الأسماء المبنية، وأسماء الإشارة تدخل ضمن الأسماء المبنية. باختصار شديد، الأسماء المبنية تجدها ضمائر، اسماء الاستفهام، اسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، وتجدها أحيانا أو تجدها دائما مبنية بناء أصيلا وليس عارضا. ننتقل للأهم، للممنوع من الصرف بالنسبة للشعب العلمية. الممنوع من الصرف إعرابه وبيان علته وسبب منعه. أعطيتكم مثال، صليت في مساجد كثيرة. لماذا عادة يأتيك الممنوع من الصرف بعد حرف جر؟ لأن الممنوع من الصرف هو أصل الاسم الذي لا يقبل التنوين، وإذا سبق بحرف الجر أو وقع في موقع جر فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا لنبين، يعني ليس دائما نقول كلمة مساجد لا بد أن تأتيك بعد حرف جر. لذلك بعض التلاميذ يسألون هذا السؤال فأقول الجواب لا، قد يقع هكذا، ويقول لك استخرج اسما ممنوعا من الصرف، أو يقول أعرب ما تحته خط. هنا أعربنا كلمة مساجد سبقت بفي، فمساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. علته، لو قال لك ما علة منعه من الصرف، نقول ممنوع بعلة واحدة إذا جاء حين جاء على صيغة منتهى الجموع. قد يأتيك السؤال بهذه الطريقة، بين سبب منع الكلمات من الصرف، من الكلمات الآتية من الصرف.
لديك كلمة سعاد، أتمنى أن تروا، وإن لم تر جيدا على الأقل أنت تسمع وركز معي، لأن الدرس مهم جدا، ويعني هذه المراجعة عموما مهمة جدا. سعاد ممنوعة من الصرف بعلتين، ما هي العلة الأولى؟ العالمية. العلة الثانية التأنيث المعنوي. فاطمة ممنوعة بعلتين، لاحظ اثنان هذه بمعنى علتين، العالمية هي العلة الأولى، والتأنيث اللفظي والمعنوي، هذه هي العلة الثانية، التأنيث اللفظي. مفاتيح ممنوعة من الصرف بعلة واحدة، لاحظ واحد، لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع. منابر ممنوعة بعلة واحدة، جاءت على صيغة منتهى الجموع أيضا، على وزن مفاعل، ومفاتيح على وزن مفاعيل. إبراهيم ممنوع من الصرف بعلتين، لأنه اسم علم، ولأنه أعجمي زائد عن ثلاثة أحرف. يزيد ممنوع من الصرف بعلتين، العالمية ووزن الفعل. مكة ممنوع من الصرف بعلتين، لأنه اسم علم، والتأنيث اللفظي والمعنوي. رمضان ممنوع من الصرف بعلتين، العالمية ومختوم بألف ونون زائدتين. عمر ممنوع من الصرف بعلتين، العالمية والعدول، لأنه اسم علم معدول. أخر ممنوعة من الصرف بعلتين، صفة معدولة، هذه العلة الثانية. عطشان ممنوع من الصرف بعلتين، صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، فعطشان مؤنثها عطشا، وجوعان مؤنثه جوعا بالألف المقصورة. حمراء، وهنا أقف وقفة. بعض التلاميذ يقولون بأن حمراء، لماذا لم نقل هي صفة ممنوعة من الصرف؟ لأنها صفة على وزن فعلاء الذي مذكره أفعل. لاحظ هنا لابد أن تكون ذكي. حين قلنا مثلا رأيت رجلا أحمق، أحمق هنا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنها صفة ومؤنثها فعلاء، هي أحمق على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، لكن هنا أعطاك كلمة حمراء ولم يقل أحمر، لو قال أحمر تصبح ممنوعة من الصرف لأنها صفة ومؤنثها فعلاء، لكن كلمة حمراء ممنوعة من الصرف بعلة واحدة، لذلك ركز جيدا. لماذا؟ مختوم بألف التأنيث الممدودة، مثلها مثل بيضاء وصفراء وخضراء، وقس على ذلك. هذا بالنسبة للعلمية، تنبيه فيما يخص الممنوع من الصرف، إذا جاء الممنوع من الصرف مضافا أو معرفا بأل يصبح متصرفا، يعني يصبح يجر بالكسرة ويقبل التنوين. لو قسنا على هذا، صليت في مساجد كثيرة، هنا كثيرة صفة، لو أتينا بها مضافة ماذا نقول؟ صليت في مساجد المدينة، لاحظ مساجد المدينة مجرور عادي، ولو عرفناها صليت في المساجد تصبح متصرفة عادي جدا إذا أضيف وإذا عرف بأن. أنتقل بكم إلى الإغراء والتحذير، وهو هذا الدرس مقرر على يعني الشعب العلمية والأدبية. حالاته إعرابه، أعطيتكم مثال، وهذه الأمثلة تبقى، يبقى الإعراب ثابت. يقول لك ما هي صور الإغراء؟ صوره الإفراد، التكرار والعطف. وما هي صور التحذير؟ التحذير، الإفراد، التكرار، العطف، والتحذير بإياك وفروعه. هذا فيما يخص سؤال الصور. نأتي الآن إلى الإعراب، وهو ما يشكل على التلاميذ. لاحظ حين نقول في المثال الأول الصدق فإنه ينجي صاحبه، لماذا جاء الاسم منصوب؟ لأن هناك عامل أدى إلى نصبه، وهو فعل محذوف تقديره إلزم. فهنا أتيتكم بالإعراب مباشرة، أعربت لكم الصدق والصدق الثانية وهذه الأمانة، لأن هذه يصبح إعرابها واضح. فنقول الصدق مفعول به منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره الزم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
في حالة التكرار الصدقة الثانية ماذا تعرب؟ الصدقة الثانية تعرب توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في هذا المثال الأخير الصدقة والأمانة، الصدقة عرفنا يبقى الإعراب ثابت، الصدقة مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. الواو حرف عطف، الأمانة نقول أيضا مفعول به منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبا تقديره تمسك وعلامة نصبه الفتحة بمعنى إلزم أو تمسك. هنا نقدر فعلا محذوفا آخر، هنا إلزم الصدقة وتمسك الأمانة بمعنى أمسك بالأمانة. إذن هذا باختصار. فيما يخص التحذير، السرقة السرقة فإنها عار، ما إعراب هذا هذه؟ تلاحظ أنها صفة ذميمة وبالتالي هذا أسلوب تحذير. السرقة جاء في صورة التكرار، السرقة السرقة، ما إعراب السرقة الأولى؟ السرقة مفعول به منصوب على التحذير بفعل محذوف تقديره وجوبا تقديره احذر وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. السرقة الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أتمنى أنكم ترون جيدا، وإن لم ترى على الأقل أن تسمع. إياك إياك من السرقة، ما إعراب إياك إياك من السرقة؟ يبقى إعراب إياك ثابت احفظوه. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به بفعل محذوف تقديره أحذر، مع إياك نقول أحذر والكاف حرف خطاب. إياك الثانية إذا جاءتك في حالة التكرار تصبح ضمير منفصل مبني في محل نصب توكيد لفظي، إذا جاءت الثانية هذه الثانية أقصد هذه، الكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يبقى هذا الإعراب ثابت فيما يخص الإغراء والتحذير. ننتقل بكم إلى التعجب، ما هي أولا شروطه؟ ينبغي أن يحفظها التلميذ لأنه قد على منوال الشروط تعرف هل الفعل استوفى الشروط أم اختل فيه شرط. أن يكون فعلا ماضيا ثلاثيا مثبتا غير منفي مبني للمعلوم قابل للتفاوت ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا كأحمر حمراء وأخضر خضراء. لا نقول حين أقول حمراء لا نستطيع أن نصيغ منه مباشرة. من أمثلة ما توفرت فيه الشروط كرما وحسنا. في صياغته ماذا نقول؟ قياسيا نقول ما أفعله وأفعل به بمعنى ما أكرمه وأكرم به. إن اختل شرط من هذه الشروط كأن يأتي فعلا مضارعا مثلا أو يأتي فعلا رباعيا أو خماسيا أو سداسيا كأن يكون منفيا، فإننا نستطيع أن نعامله بالطريقة الثانية وهذه نسميها طاء واحد وهذه طاء اثنان. إن اختل شرط نأتي بفعل مساعد، ما أجمل ما أحسن ما أشد زائد مصدر الفعل منصوب. فلو قلنا في مثال احمرت الوردة، صغ التعجب فيها من هذه الجملة أو حول هذه الجملة إلى تعجب، نقول ما أجمل احمرار الوردة، فنلاحظ أننا أتينا بفعل مساعد ثم جئنا بعدها باسم منصوب. في الإعراب، ما إعراب صيغة ما أفعله؟ يبقى هذا الإعراب ثابت احفظوه. ما نكرة تعجبية تامة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. أحسن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. الجو مفعول لإنشاء التعجب، الجو مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهر على آخره. والجملة الفعلية أحسن الجو في محل رفع خبر ما، يبقى ثابت. أحسن بالجو، ما إعراب أحسن بالجو؟ هذا الإعراب أيضا احفظوه. نقول أحسن فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب. الباء حرف جر زائد. الجو اسم أو الجو فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. هذه احفظوها طويلا نوعا ما لكن احفظوها.
نقول الجو فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. أنتقل بكم إلى آخر شق في هذه المراجعة وهو أفعال المدح والذم وكيف تعرب. أفعال المدح والذم: نعم الرجل علي، فنعم فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء المدح. الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو فاعل نعمة. والجملة الفعلية، ركز معي، في محل رفع خبر مقدم، دائما تكون خبر مقدم. علي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا هو الإعراب. حبذا، إذا جاءتك حبذا أو لا حبذا، إذا جاءت لا حبذا نقول لا حرف نفي، وحب تصبح فعل ماض لإنشاء الذم. إذا جاءتك حبذا تعرب هذا الإعراب ويبقى ثابت. حب فعل ماض مبني على الفتح لإنشاء المدح. ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية حبذا في محل رفع خبر مقدم، دائما الجملة الأولى خبر مقدم. المخصوص هنا بالمدح: الرجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الشجاع صفة أو نعت مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل بكم إلى، لو جاءك مثل هذا المثال: بئس خلقا البخل، ونعم خلقا الكرم أو الوفاء. ماذا تلاحظ؟ جاء بعدها اسم منصوب، هذا الاسم منصوب يعرب تمييز مباشرة، فتعرب هذا الإعراب. نقول بئس فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية من بئس وفاعلها المستتر في محل رفع خبر مقدم، هذا لم أسجله لأن الصبورة لم تكفيني. فقط ركز معي: بئس خلقا البخل، بئس فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية من بئس وفاعلها المستتر في محل رفع خبر مقدم. خلقا تمييز منصوب علامة تنصيب الفتحة الظاهرة على آخره. البخل مبتدأ مرفوع وعلى مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا باختصار كمراجعة لدروس قواعد. أتمنى أنكم قد استفدتم. إن استفدتم فعلا شاركوا هذا الملخص لزملائكم حتى تعم الفائدة، وحتى لا نكون أنانيين في العلم، لأن من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن استفاد فليفد أيضا. وأتمنى لكم التوفيق جميعا، ولا تقلقوا، الامتحانات هي امتحانات عادية، لكن العزيمة والإصرار دائما أساس النجاح. فثق بالله ثم ثق بنفسك واستعد جيدا، لا شك أنك ستحصل معدلا ممتازا ومشرفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.